دي اول بداية عمل المشروم. شوية تقول شوية قش شوية تقول شوية قش شوية تقول ويربط الكيسة. الكيسة هنا يقعد قد ايه بقى؟ وهنا مشروم اللي هو عش الغراب. تمام اللي هو ده دي مشروم في نفس الوقت اسمه عش غراب. دي بينباع بالكيلو. الجمع وينباع بالكيلو. الكيلو مثلا منه عامل 50 جنيه. يتقطع تعمل الزبقة ويتقطع المشروم اللي هو ده يتقطع وتغلف في طبق بلاستيك ويطلع للطلبية. حسب طلبية الناس يطلبوا مننا من اسكندرية نودي لهم طلبية. عايز كم مشروم؟ عايز 4 مشروم؟ عايز 5 مشروم؟ نودي لهم. في مشروم مجفف اللي هو المشروم المجفف ده. تعال هنا مشروم اسمه مشروم مجفف. المشروم ده نسيبوه لما ينشف خالص يقبل مغزى زي الحيطة. تمام. ووقت مثلا في ما فيش مشروم يطلع في الصيف. هو زراعته امتى اصلا؟ الخريف بس. خريف. عشان عايز رطوبة وعايز ضل. عملناه في الصيف ما نفعش. دي عايز خريف بس. مراحله بقى يعني قول لي كده مرحلة زراعته. او بالنسبة القش زي ما قش رز نغلوه في برميل ياخد بتاع نص ساعة هو بيغلي تحت. اسمعين لو شفتي حضرتك. ونيجي نطلع المشروم من القش من البرميل ونفردوه لما يسقع خالص نحطوه في اكياس. نحطه شوية قش ونحطه شوية تقوى مشروم ونحطه قش ونحطه تقوى مشروم على 3 مرات. تمام. ونكفل الكيسة كويس ونيجي نحط الكيسة هنا تقعد لها 20 يوم على بال ما المشروم جوه يزرع. خلاص كده المشروم يزرع نقطعه عليه الكيسة عشان يطلع العش الغراب ده. عندي لسه في البداية.